السلام عليكم، مرحبا بكم في مدرسة أمنياتي لتعليم السياقة. اليوم رانا مع زاكو. سلام زاكو، واش راك وليدي؟ لاباس؟ بخير الحمد لله. زاكو الشبوب تاعنا، مازال عندنا دبدوب واحد اخر وشبوب يا اخي. زاكو راه يخدم لنا كرينو كاراج وحنا نرافقوه. يلا زكريا على بركة الله نخدمو كرينو، نسبقو في كرينو. زكريا غزر لي بيري الطريق تاعك. زكريا في المناورات لناب، ان شاء الله عنده امتحان. خرج قباله، استقامت السياره تاعنا، نسقمو الروت تاعنا، نجيبوهم مسقمين. شد الفران تاعك. ايوا نمشو غير بالعقل، نحبسو. دقيقه زكريا، اي مختار هنا؟ هادي لازم تكون مع هذا سواسوا. اوكي، ومن بعد هاتيك هنا. واش نديرو؟ هاو قلب الفولون كاع زكريا، دار يدو للور، نغزرو النقطة اللي راهي من اللور، طيحنا مع هذاك الباليز، نحبسو. شوف الروت تاعو كيفاش راهو. دوك هنا عاود قلب ونحطو خطوة بخطوة، دوقة بدوقة حتى تجي قبالة. تخي بيان زاكو، برافو. يلا نعاودو ونخدمو. نخدمو كراج زكريا، عنده 10/10 في المناورات. نزيدو غير بالعقل. تخي بيان نخرجو، دايما نروحو حتى الباليز. يا اخي حبسنا هنا، راهو رايح إشارة يغير الاتجاه تاعو، يدو للور، ودايما نجيبو النقطة المطلوبة مع البيك. زكريا يخدم لنا الكراج، غير الاتجاه تاعو، يحوس على الاستقامة تاع السيارة تاعنا، عدل الروت تاعو، ويروح مباشرة للون. تخي بيان زكريا، برافو ما شاء الله، هايل طري بيان. يعني الشطارين جروب شاطر ما شاء الله عليهم، ربي يوفق. بصح حصلناه في الطوموبيل ما يحب حبتش تحل. يعطيك الصحة، بارك الله فيك، وبالتوفيق ان شاء الله.